السلام عليكم ورحمة الله. البنات كديرين؟ لاباس عليكم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في قناة عالم نوال للوصفات. مرحبا وألف مرحبا. وكل من جل القناة جديد مرحبا به. وكما تنسونيش بنات من لايك ديالكم، لايكات ديالكم، التعاليق اللي كيحفزوني. وكنشكر كل البنات اللي كيدوزوا عندي الخاص وكيسولوا عليا، كنشكركم جزيل الشكر. ومرحبا بكم في عالمنا اللي هو عالم نوال للوصفات. اليوم كيف ما كتشوفوا البنات، جبت لكم واحد الشيوة اللي هي تقليدية وغزالة، وجاي الوقت ديالها اللي هي الحريرة. وفاش غادي نطيبها؟ ما غنديرش لها لا كوكوت لا والو، غادي نطيبها في هاد تنقولوا لها هكا، هاد القدرة هادي كتجي غزالة ديال الطين وشي حاجة اللي طبيعية وبلدية وزوين. علاش لا، ما نحرموش روسنا منها. هنايا البنات غادي نحتاجوا مطيشه اللي هي عاديه، خديتها قشرتها، ما قشرتهاش، قطعتها قطع صغيره ودرتها فوق البوطه بلا ما بلا والو، حتى تسلقات وطحنتها بلا ما بلا والو، وزت عليها قطع ديال اللحم البنات كيف ما كتشوفوا. وهنا البنات درت واحد زلافه ديال الحمص كيف ما كتشوفوا، راه طاحت ليا ولكن ماشي مشكل، باش تعرفوا على انني راه ما تنضرك عليكم حتى شي حاجه، كلشي كنتقاسموا معاكم. هنايا درت واحد شويه ديال العدس، لهنا تيبقى الاختيار لكم على حساب الكميه وعلى حساب عدد افراد العائله. صافي، هادو العناصر اللي غادي نحتاج. وغادي نزيد عليهم الكرافس والقزبر ومعدنوس مقطعين. هنايا راه مخلطاهم، يعني زلافه عامره. انا عبرت هنا بالزلافه، يعني درت في هاد هاد الطاوه ولا هاد القدره هادي ديال الطين، درت فيها هاد العناصر هادو ولا هاد المقادير. راه كاينه كتبع في هاد الحجم هذا وكتبع في حجم صغير، اللي عنده العائله ديالو صغيره راه ممكن ياخذ غير وحده صغيره، راه بثمن رمزي وبثمن اللي هو بسيط مع عند مالين الطين. هنايا خديت واحد البصله محكوكه كيف ما كتشوفوا البنات، بصله متوسطه الحجم محكوكه. صافي، وغادي نزيد واحد الربع كاس ديال الزيت، ربع كاس ما نقويوش، يعني ضروري من الزيت كيلد الحريره وكيجينا فيها واحد الكثافه اللي هي زوينه. هنا عندي معلقه كبيره ديال المطيشه المركزه ولا الطماطم المركزه، تقريبا قياس معلقه كبيره. صافي البنات، هنا غادي نحتاج العطريه ديالي اللي كتكون من تحميره ولا البابريكا. عندي هنا الخرقوم بلدي، عندي سكينجبير وشويه ديال السمن على حسب الذوق، اللي كتبغي السمن ديرو، اللي ما بغاتوش بلا ما ديرو. عندي حساب معلقه صغيره ديال البزار وشويه ديال الملحه. المهم هادو راه معبورين عندي، انا درتهم كاملين، درت هاد العناصر ديالي كاملين. وغادي نخلي هاد القدره ديالي في هاد الاثناء البنات راني شعلت الفاخر، يعني هاد الحريره ما كتستاهلش ان تطيب فوق البوطه، غادي نطيبها فوق الفاخر وبشويه بشويه عليها، وهانتوما معايا حتى الاخير. كيف ما كتشوفوا البنات، الحريره ديالي هي غليتها فوق الفاخر، فوق الفرينه، يعني شي حاجه اللي غزاله وكتجي البنات فنه فنه فنه. هاد الحريره كنتمنى انكم تجربوها ولو مره، ولو مره، باش تشوفوا اللذه ديال الطين اللي كتعطي واحد البنه رائعه ولذيذه بزاف. بالنسبه للحمص البنات كتشوفوه، اللي بغى يفركو ولا يحيد ليه القشره راه تيحيدها، واللي ما بغاش راه تيطيبوها. نتوما غادي تشوفوا راه كطيب الحريره ودقه دقه عليها، ردوها وغادي طيب يعني بسرعه، ما غاديش تعطل معانا. صافي، غادي نحرك هذيك الحريره باش ما تلصقش ليا من التحت، واكيد انها ما كتلصقش. غادي غير نقليها هكا شويه. وفي هذا الاثناء درت المقراش ديال الماء، سخنته مزيان حتى يطيب، وهو اللي غادي نمرق به. ما تمرقوش البنات ولا ما تروهوش بالماء بارد، كنروهو بالماء السخون. وفي هذا الاثناء غادي نخليوها تطيب على خاطر خاطرها.
وهنا البنات كيف ما كتشوفوا الحريره ديالي ها هي طابت، يعني طايبه مزيان، حط قلبت الحمص. غادي ناخذ واحد حساب تقريبا واحد ربع كاس ديال الشعريه هكا ديال الصفه اللي كندير انا، واللي بغات الشعريه الغليظه راه تدير. انا كنفضل هذه كتجي رقيقه ما كتجينيش غليظه بزاف في الحريره. شوفوا القوام البنات ديالها راه كيجي غزال ورائع. وهنا راه عندي واحد السر هو باش غادي ندور الحريره ديالي، ما غنديرش لا التدويره اللي كندور بها عاديه، هذه غادي ندورها بالخميره البلديه اللي خمرتها مع الصباح، ما تكونش حامضه بزاف، كنخمرتها مع الصباح وخليتها. دابا غطيتها بواحد الزويف وخليتها، ودابا لقيتها خمرات ليا، زدت فيها واحد شويه ديال الماء كجريتها، وهي باش غادي ندور الحريره ديالي البنات. ها انتم معايا باش غادي ندور الحريره. البنات من بعد ما طابت الحريره ديالي قدمتها مع شويه ديال البطبوط، وشوفوا كيفاش كيجي اللون ديالها سبحان الله كيجي مختلف على الحريره ديال الكوكوط. قدمتها مع شويه ديال البطبوط اللي هو صغير معمر بواحد الحشوه اللي هو غزاله وزوينه ورائعه، ومازال ان شاء الله غادي نقدمها معكم، وشويه ديال البيض والتميرات وشويه ديال البطبوط ناشف. واللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا، وما تنساونيش البنات من اللايكات ديالكم ومن التعاليق ديالكم زوينين المحفزين، ومرحبا بالناس الجدد اللي التحقوا بالقناه، مرحبا والف مرحبا. ما تنساو تشتركوا في القناه باش يوصل لكم الجديد وتعم الفائده ان شاء الله، والف مرحبا والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.